السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي الرياضة المصرية متابعي هجمة مرتدة، أهلا وسهلا بحضراتكم. موعدكم مع التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني أمام السودان وموعد المباراة ومعلق المباراة. وقبل ما نبدأ حلقتنا حابب أنوه لحضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل كل جديد، ولو بتتابعنا على صفحتي على الفيسبوك اعمل متابعة للصفحة عشان يوصلك الأخبار أول بأول. ونبدأ أولى حلقاتنا بموعد المباراة. المباراة غدا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، المباراة مذاعة على قنوات بين سبورت 1 وبين سبورت 2 المشفرة. المباراة تعليق المعلق التونسي عصام الشوالي. كل التوفيق للمنتخب الوطني وحصد الثلاث نقاط لضمان الصعود وعدم الدخول في حزبة بيرما وملاقات أول للمجموعة، ولا نصعد أحسن توالت ولا الكلام ده كله. الفوز ثم الفوز للمنتخب الوطني. المباراة في المتناول. المباراة ممكن تكون قدام حضراتكم بين أنها سهلة، لكن المباراة على أرض الواقع المباراة صعبة جدا على المنتخب الوطني، خاصة المنتخب السوداني عنده أمال الصعود حال تحقيق الفوز على المنتخب الوطني. ولكن كل التوفيق للمنتخب الوطني وحصد الثلاث نقاط إن شاء الله وضمان الصعود إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا. نخش شوية فيه ونحاول إن احنا نشوف كروش وتوقعاته للتشكيلة أو التشكيلة المتوقعة من كروش. أعتقد إن كروش مش هيغير، هيلعب بنفس التشكيلة اللي بدأ بها المباراة اللي فاتت، اللي هي محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه اتنين مساكين محمد عبد المنعم وأحمد حجازي، وعلى الجنب اليمين عمر كمال عبد الواحد، وعلى الجنب الشمال أيمن أشرف، ثلاثي في خط الوسط عمرو السلية ومحمد النني وأمامهم عبد الله السعيد، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. دي التشكيلة اللي كروش هيعتمد عليها غدا أمام السودان. كل التوفيق للمنتخب الوطني، كل المصريين محتاجين يفرحهم، كل المصريين محتاجين المنتخب يسعدهم إن شاء الله، وكل التوفيق للمنتخب الوطني وحصد الثلاث نقاط وضمان الصعود بإذن الله. وفي الختام حابب أنوه لحضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.